انا عارفك رمضان المبارك سعيد. اول حاجه دخلتي تعرف علاش لقيت دا الصندوق ديال التفاح، ولا بغيت تعرف القصه ديال الصندوق ديال التفاح؟ هذه هي القصه. تكلم السي القايد هو هذا. ديال التفاح والصندوق ديال الكحل وديال البلاستيك الى عاودتي الفيديو. ولكن المشكل ماشي هنا اخويا المغربي ولا اختي المغربيه، عندك والله يجزيكم بخير. تكلموا لصاحبه المحل، هذه صاحبه المحل اللي مشى لها الصندوق ديال التفاح، تكلموا لها. حتى حاجه ما داها لي، ومشيت انا اصلا عمري ما بعت التفاح، كنبيع الخضره. كلشي عارفني كنبيع الخضره غير حامض خامج، ومنين سميتو هز لي هذاك؟ ماشي تفاح غير حامض خامج، هو ماشي شي حاجه غير خامج في البلاصه. دا هذا الصندوق في هذا اللون هذا وديال هذه الماده، يعني ديال البلاستيك وكحل، وصاحبه المحل قال لك دالها هذا ديال الخشب. فين هو اللوجيك؟ فين هو بلاستيك وانتي براسك تصرحي ان داه لك، داه ولقاه خامج ورجعو، يعني ما لقاهش خامج كون مشى، واخا الصندوق مشى. خويا المغربي اختي المغربيه، اياك والله العظيم اسمع مزيان غادي نقولها لك وتقولوا قالها مسكين اسحاق. عندك تمشي دير فيها انت هو الزفزافي وتهضر على هذا النوع ديال الناس، لكنك غادي تضرب الحبس وتمحن والديك على هذا النوع ديال الناس. اختي دالك الصندوق، قول دا الصندوق ما عنده علاش يخلعك. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. قد ساعتين للمغرب، نمشي نديرو ما نقصيو التفاح السي القايد. يلا الله ينيكم.